سأشرح لكم أهمية ما وقع في كوالالمبور وتداعياته الإيجابية على الدول المسلمة المشاركة وكافة المسلمين في كل أنحاء العالم. تعرفون أنه منذ زمن ليس ببعيد كانت العالم كان ينقسم إلى دول مستعمرة ومستعمرة. نالت معظم الدول استقلالها التي كانت مستعمرة، لكن هذا الاستقلال ليس كاملا، ناقص. هذه ربما من دروس التاريخ التي سأعطيكم التي لن تقرأها في كتب التاريخ ولا حتى في التحليلات السياسية، إذ أنه بقيت الدول المستعمرة تمارس نفوذا على مستعمرتها السابقة بما يحفظ لها مصالحها، يعني ترويج المنتجات أو استغلالها كأسواق، وكذلك شراء المواد الخام وكل ما تحتاجه بأثمنة فضولية. يعني ما يمكن تسميته باستغلال اقتصادي. إذن فأصبحت هناك ما يسمى بالتبعية، تبعية الدول المستعمرات السابقة إما مستعمرة المستعمرون السابقون أو دول أخرى حدث ذلك بالتراضي، لكن أيضا هناك ضغوطات. الموضوع ذو شجون، سيجرنا للحديث عن أشياء أخرى لا أريد الدخول فيها، لكن ما أريد أن أنبه له الآن وأشرحه في هذا المقطع هو مسألة السيادة، سيادة الدول. الدول الصغيرة من الناحية الرسمية تتمتع بسيادة أي استقلال، لكن في الحقيقة هذا غير صحيح. وأفضل مثال على ذلك تركيا، الدولة العظيمة التي يقودها الرجل العظيم الأخ أردوغان. لما بدأت تتقوى وترغب في ممارسة سيادتها، بدأت تكال لها المشاكل والمصائب لتنيها على استقلالها أو بالتفكير بالعمل كدولة مستقلة ند لأي دولة أخرى. استقلال السيادة يعني أن هذه الدولة هي ند للدول الأخرى وليست تابعة لها ولا خاضعة لسيطرتها. الدول المستعمرة عرفت أهمية هذا الأمر فتكتلت وتوحدت، لأنك إذا كنت تريد هذه السيادة في عالم يصده قانون القوة لا بد أن تكون متكتلا داخل التكتلات. ولعل أبرز هذه التكتلات من الناحية الاقتصادية الاتحاد الأوروبي، ومن الناحية العسكرية حلف الناتو وغيره، لكن هذه هي الأبرز. مع ذلك الدول الصغيرة تبقى لها حتمية الانضمام في أحد التكتلات أو أن تكون دولة تابعة. في هذا السياق وفي الوقت الذي كان هناك فيه نوع من التناغم والتكامل والانسجام التام في السياسة الخارجية لتركيا وقطر، كنت دائما أتساءل أقول لو أنهما عملتا تكتلا واتحادا بينهما، أكيد دولتان مقابل دول كثيرة وخاصة في الدول العربية والإسلامية لا تعتبر بشيء. وأنا في الحقيقة كمفكر متابع أحوال الدول العربية والإسلامية لم أكن أعرف ماذا يحدث في إندونيسيا وماليزيا من ناحية السياسة، ولكن يبدو
هذا الحدث هذه القمة الإسلامية في ماليزيا، أن هناك أشياء طيبة تحدث هناك، وأن هناك زعماء لديهم الغيرة على الدين الإسلامي وعلى وحدة الصف الإسلامي. طبيعة الحال ليس سرا أن جامعة الدول العربية والمؤتمر الإسلامي وغيره من المؤتمرات الإسلامية هي شكلية فقط ولا تخرج عن القاعدة التي قلناها سابقا، وهي أن كل دولة من هذه الدول مكونة لهذه المؤتمرات وهذه الجامعات هي عبارة عن دولة تابعة وليست دول ذات سيادة، أو على الأقل ترغب في أن تصبح ذات سيادة. فهي دول قزمة وإن كانت ضخمة وكبيرة من حيث المال أو المساحة وغير ذلك. الذي يحكم هنا هو الإرادة والسياسة. تأتي هذه القمة في وقت ما أحوج المسلمين له. هذا التكتل كما فهمته وقد أكون مخطئا، هو تكتل مجموعة من الدول التي ترغب في أن تصبح ذات سيادة ومستقلة. أكيد أنه قد تبدأ باتحاد اقتصادي ثم تنتقل فيما بعد للتعاون في المجال العسكري، وهنا في المجال العسكري أي اتحاد سيكون ناجحا لابد أن يعتمد على بند واحد، هذا هو الأهم. ما يأتي بعد ذلك يعني ثانوي، وهو بند عدم الاعتداء، أو بصيغة أخرى أن الاعتداء على أي دولة من هذه الدول يعتبر اعتداء على باقي الأعضاء. وهنا أي دولة ولو كانت عضوة، ولو كانت أمريكا، ولو كانت أي دولة في العالم يريد أن يعتدي على أحد هذه الدول فسيفكر كثيرا، لأنه سيجد نفسه في مواجهة تكتل وليس مواجهة دولة واحدة يستفرد بها. وهذا هو ما يحدث في الحقيقة لمجموعة من الدول الفقيرة في العالم والمتخلفة، من ضمنها بطبيعة الحال الدول العربية والإسلامية، لأن الدول العربية والإسلامية ليس هنالك دولة يعني رسميا التصنيفات الرسمية تعتبر من الدول المتقدمة. أنا شخصيا قد أصنف تركيا وقطر الآن من أول الدول المتقدمة في العالم. هذا كلام آخر لن ننجر إليه الآن. أقول أن هذه الدول الذي يحدث أنها الدول الغربية وخاصة أمريكا وأوروبا حينما يكون لها عدو خارجي تستفرد به وتقوم بحصاره فيضعف ويهزم. دائما جماعة تغلب الفرد، والبركة مع الجماعة. فهذا التكتل أهميته في أنه أولا لن يستطيع أحد أن يقوم بحصار هذه الدول، بل هي ستصبح تستعمل مستقبلا إذا كانت هناك انسجام في المواقف بين هذه الدول في السياسة الخارجية. هي قد تستعمل سلاح المحاصرة ضد تحت أعداء وأقوى الدول في العالم. هذا من ناحية. من ناحية أخرى حصار اقتصادي. هذا الحصار الاقتصادي لا، قلنا مسألة عدم الاعتداء، أهمية هذا التكتل. المسألة الأخيرة التي أريد أن أذكرها هو أريد أن أقوم بمقارنة بين هذه القمة التي نعتبرها اتحاد، إن شاء الله نتمنى أن تكون نواة الاتحاد المستقبلي. هذه القوة أهمية هذه القمة عفوا التي قد تصبح اتحاد إسلامي أو اتحاد لهذه الدول مشحة في الاصطلاح، أهمية هذا الأمر هو مقارنة بالاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي الآن الذي تقريبا عدد دوله 28 أو 30، تقريبا 28، بدأ بست دول، ثم بدأت لما نجح بدأت الدول الأخرى تنضم إليه. فهذا الاتحاد إذا نجح وكان اتحادا للدول
التي تراها مستعدة تكون ذات سيادة، والتحالف الدول الناجحة، فالدول الأخرى سترغب في الانضمام إليه، وهو مسألة إيجابية أن تنضم إليه الدول الأخرى، ويفتح الباب للدول الأخرى، لكن يجب أن توضع شروط لهذه الدول بحيث أن هذه الشروط تكون الدولة التي تريد أن تنضم تلتزم بهذه الشروط التي تكون هي شروط الدولة الناجحة. هذا مسألة أولى. مسألة أخرى، لا بأس أن يكون هذا، بل من المستحسن أن يكون هذا اتحاد للدول المسلمة، كما أن الاتحاد الأوروبي هو اتحاد للدول المسيحية، وهذا ليس سرا، كل يعرفه الآن. إذن للتفاعل معي على هذا الفيديو أطرح أسئلتكم، يمكنكم التواصل معي عبر الواتساب الذي تجدونه في آخر الفيديو. شكرا لكم، السلام عليكم.